قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هذه الآيات المباركات من سورة آل عمران يخبرنا الله جل وعلا فيها عن قصة مريم عليها السلام. ومريم عليها السلام ربنا سبحانه وتعالى أكرم وأعظم وجعلها من الصالحات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذكر قصتها، وذكرها أنها من المحصنات، من المحصنات القانتات، بل وزادها تشريفا وتعظيما بأن ذكر قصتها قبل أن تولد. يعني هي لما كانت في بطن أمها ربنا سبحانه وتعالى جاب قصتها في القرآن الكريم، قال: إذ قالت امرأة عمران، ودي أمها: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. يعني أم مريم عليها السلام قالت لله جل وعلا: إني نذرت لله، قالت أنها نذرت لله هذا المولود الذي يخرج نذرته محررا، أي جعلته في خدمة بيت الله، بيت المقدس في فلسطين. قالت الطفل اللي بيمرق ده جعلته محرر، يعني يخدم بيت الله جل وعلا، بيت المقدس. وهي لم تكن تعلم هل هذا المولود سيكون ذكرا أو أنثى، ما كانت تعلم. فلما وضعتها قالت: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يعني قالت: يا رب تقبل مني هذا النذر، إنك أنت السميع، يعني سميع لدعائي، عليم بنيتي. ربنا قال: فلما وضعتها، لما ولدت، قالت: ربي إني وضعتها أنثى. وهي كانت ترجو الذكر، لأن أخوانا الذكر أقوى في الخدمة من المرأة. فقالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. يعني في الخدمة الذكر ما زي الأنثى. هي كانت ترجو أن يكون ذكرا حتى يخدم بيت الله جل وعلا، عشان كده ربنا قال ليس الذكر كالأنثى. وأصلا دي طبيعة ربنا سبحانه وتعالى جعل بين الذكر والأنثى، إنه الذكر ما زي الأنثى والأنثى ما زي الذكر، لأنه الرجل عنده وظائف يتحملها هو، والمرأة كذلك عندها أشياء تتحملها هي ولا يتحملها الرجل. فبتلقى اليوم كثير من العلمانيين يدعون إلى مساواة الرجل بالمرأة، يقول لك إحنا دارين نساوي الرجل بالمرأة في الحقوق والواجبات إلى غير ذلك. يقول لك المرأة والراجل واحد، الراجل يمرق الشغل، المرأة بوراء طوالي تمرق الشغل. ألا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا لا، كلهم واحد، كلام الله سبحانه وتعالى ما دارين. حتى في واحد قيل أنه كان في مناظرة، واحد من السلف مع أحد الذين يريدون مساواة الرجل بالمرأة، قال لي: اتكلم تكلم، قول كلامك شنو. فقام تكلم، قال: لا بد من مساواة الرجل بالمرأة، و و و و و ذكر أشياء كثيرة. فهذا الرجل السلفي بعد ما هو انتهى من كلامه بدأ يرد عليه، قال له: انت قلتي كده وكده 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 للذول المناقش، وانت قلتي كده وكده وكده وكده. فغضب وزعل، قال له: كيف تقول لي انت قلتي؟ انا راجل هندب، ايش انا بادي تقول لي انت قلتي؟ زعل وغضب، قال له: طيب انت اذا كان في مجرد الخطاب ما بترضى انه يساووك بالمرأة في الخطاب،
فكيف ترضى انه يساوك في غير ذلك؟ فدي فطرة يا اخواننا، فطرة في الانسان انه الرجل ما زي الانثى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وليس الذكر كالانثى، بعد ذلك قالت واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربنا جل وعلا استجاب لدعائها لانها هي دعت له، دعت لبنتها. وده فيه ايضا يا اخواننا انه الاباء والامهات يدعو لاولادهم، يدعو لهم بالخير، يدعو لهم بالصلاح، يدعو لهم بانه ربنا يحفظهم الى غير ذلك من الدعوات الطيبه. لان يا اخواننا النبي عليه الصلاه والسلام قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دي من الدعوات المستجابات. قال دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده، دي من الدعوات المستجابات. لكن كثير من الناس الليلة وإن كان يعني الآباء ما بيقصدوا الشر لأولادهم، لكن الواحد أو الأم تلقاها تدعو على ولدها لو سوى لي حاجة غلط، شايل الموبايل، وقع الموبايل، تقول لي يا اخ كسرت الشاشة الله يكسر راسك، تقول لي يا اخ الله يحرقك، الله يغطس حجرك، الله يطلع عينك. ده كله للولد المسكين الصغير ده تدعو عليه، وقد تصادف وقت استجابة وربنا يستجيب. فالإنسان يا اخواننا يدعو لولده حتى لو سوى غلط، لأنه في النهاية يا اخواننا الطفل لسه عقله ما اكتمل، يدعو له ويقول له يا اخي ربنا يصلحك، ربنا يهديك، ربنا يوفقك، الى غير ذلك من الادعيه الطيبه. عشان كده ام مريم عليها السلام دعت لبنتها، بل دعت لولدها ذاته، قال لها اني اعيذها بك وذريتها، وذريتها من الشيطان الرجيم. ربنا استجاب لهم ولا ما استجاب لهم؟ استجاب لها، جعل بنتها مريم من الصالحات بل من النساء الكمل كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل ابنها من الأنبياء، ابن بنتها عيسى عليه السلام من الأنبياء ومن أولي العزم الخمسة من الرسل. فدعت لبنتها ولولد بنتها فقالت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعائها فقال فتقبلها ربها بقبول حسن، تقبل النذر الذي قدمته لله سبحانه وتعالى، وأنبتها نباتا حسنا، يعني أنبت مريم عليها السلام نبات حسن في الهيئة، وكذلك جعلها من الصالحات حتى جعل الذي يكفلها نبي من الأنبياء وهو زكريا عليه السلام، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب، زكريا عليه السلام يا اخواننا تكفل بها وبتربيتها، فعندما كان كل ما يدخل عليها المحراب يرى عندها من الكرامات، والكرامة يا اخواننا في الدين موجودة، في شيء اسمه الكرامات، ربنا سبحانه وتعالى يكرم به عبده الصالح المؤمن، وأيضا في أولياء، ربنا سبحانه وتعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمريم هذه كانت من الصالحات، ربنا سبحانه وتعالى أكرمها، فقال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يعني كل ما يدخل عليها بيلقى عندها رزق. ورزق ده شنو؟ حاجة من المستحيلات في زمنهم، اللي هو كان بيلقى فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، يعني وقت الصيف يمشي يدخل على مريم يلقى عندها فاكهة الشتاء عنب إلى غير ذلك، وفي الشتاء يمشي يلقى فاكهة الصيف، دي حاجة مستحيلة. فقال لها أنى لك هذا، لأنه هو أصلا متكفل بها، ده جبتي من وين؟ الشيء ده جبتي من وين؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
قالت مريم عليه السلام قالت ده من عند الله سبحانه وتعالى، ودي ذاتها من علامات الزول الصالح، انه ما بينسب الفضل لغير الله جل وعلا. الليلة بتلقى الناس، يعني كثير من الناس اللي عندهم يقول لك يا اخي احنا عندنا كرامات، ويقول لك احنا سوينا واحنا عملنا واحنا جاتنا كده واحنا جانا كده واحنا جانا كده، بيذكروا هذه الاشياء وما ينسبوها الى الله جل وعلا، ينسبوها لمنو؟ ينسبوها لانفسهم. فينسبوها لانفسهم. فمريم عليه السلام قالت هو من عند الله، كويس. بعد ذلك قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. عزيزك ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اداني له. ربنا قال هنالك دعا زكريا ربه، يعني في الوقت ذاك لما زكريا عليه السلام شاف انه ربنا سبحانه وتعالى ادى مريم شيء شبه مستحيل او شيء قد يكون ما في، طمع زكريا عليه السلام في الله جل وعلا انه ربنا زي ما اداها فاكهه الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف، زي ما ربنا اداها طمع في الله جل وعلا وهو عنده حاجه دائره وشيء يتمناه من الله جل وعلا، كان داير الولد يا اخواننا. وعارف زكريا عليه السلام بمغاييس الدنيا انه الانسان يا اخواننا اذا كبر بقى كبير في العمر وبقى مشيب ووهن العظم، والمرأة كانت عاقر بمغاييس الدنيا انه ده ما بيجيبوا له ولد، دي حاجة معروفة، هو عارف المعلومة دي، لكن طمع في الله جل وعلا انه زي ما ادى مريم الشيء المستحيل وذاته ده الشيء مستحيل عند الناس، قال داير من الله سبحانه وتعالى. وهنا يا اخواننا في وقفه نقف معاه، انه زكريا عليه السلام يا اخواننا لما شاف مريم ربنا اكرمها دعا الله سبحانه وتعالى طوال الليله. كثير من الناس لما يشوفوا له زول، شوفوا له زول ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بكرامة معينة، أي كرامة، وإحنا قلنا ما ننكر الكرامات، لكن شاف فلان الفلاني ده ربنا أكرمه بكرامة، ما بدعوا الله الأداه الكرامة دي، بدعوا الزول ذاته. وهنا زكريا عليه السلام لما دعا مريم ولا دعا الله الأدى مريم؟ دعا الله الأدى مريم. كثير من الناس الليلة يدعو الزول ذاته، يقول لك يا فلان انت جاتك فاكهه الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف، تدينا وتدينا الجنه وتلحقنا وتفزعنا وتنجح لنا الاولاد. الزول ذاته ممكن صح يكون ربنا اكرمه، لكن ما تدعوه تدعو الله سبحانه وتعالى، لانه الله الاداه والله الاداك، الله سبحانه وتعالى الاداه والاداك. وانت اول ما تدعو وتخلي الله وتدعو الزول ده حتى لو كان صالح، كده انت وقعت في الشرك بالله سبحانه وتعالى وبقيت كافر بالله سبحانه وتعالى. يقول لك يا مولانا كافر عديل، هاي كافر عديل، الله قال كده، ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يدعو مع الله إلها آخر. شوف انت اول ما خليت الله سبحانه وتعالى ودعيت معه زول تاني، خليت الله ودعيت زول حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان رسول سواء كان نبي سواء كان صالح سواء كان طالح، المهم ما دعيت الله، لأن الله قال في الآية دي ومن يدعو مع الله إلها آخر، طوالي بقيت إله، لأنه قال إلها آخر، دعيت غير الله طوالي بقيت إله مع الله سبحانه وتعالى. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، معناته ما في ذول بيدعو غير الله عنده دليل، لأنه ما في دليل، حيجيب دليل من وين؟ والله قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، حيجيب دليل من وين؟ عشان كده قال لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح شنو؟ الكافرون. ربنا قال
اللي بيدعو غير الله سبحانه وتعالى ده كافر. لو جيت قلت له الكلام ده انه انت دعيت غير الله وانت كده بقيت كافر، بيقول لك لا انا ما بقيت كافر، والله قال بقيت كافر. انت لو انكرت ولا ما انكرت، الحقيقه انه الزول اللي بيدعو غير الله كافر، بل يوم القيامه هو ذاته بيشهد على نفسه بيقول انا كنت كافر. ربنا قال حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله. لما ده وقت الموت الرسل والملائكه يجوا يقولوا له اينما كنتم، هل كنتم بتدعون مع الله سبحانه وتعالى ديل وينهم؟ اينما كنتم تدعون من دون الله، انتم ما كنتم في الدنيا هنا بتقولوا يا في العلفون الاسرع من التلفون، وتقول يا ال 99 في القلعه راقدين، ويا سابغيه ويا ابشر ان شاء الله شنو كده ما بعرف، بتنادي غير الله سبحانه وتعالى. ربنا الملائكة تسألوا أينما كنتم تدعون من دون الله، وينهم الناس ذي؟ أينما كنتم تدعون من دون الله، هم برام بيقولوا ضلوا عنا، وينهم؟ ما عارفينهم ذات. قالوا ضلوا عنا، ربنا قال وشهدوا على أنفسهم برام أسي مش منكم، ربنا قال وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا شنو؟ كافرين. أخواننا دعاء غير الله سبحانه وتعالى ده كفر بالله سبحانه وتعالى، كفر واضح. بعض الناس يقول لك يا اخي انت بتتكلم في الكلام ده والكلام ده ما في، في يقول لك ما في، امشي اقرب ضريح واقرب قبه، امشي شوف الناس بيقولوا شنو. ولو ما قدرت تمشي افتح اليوتيوب، افتح اليوتيوب اكتب دعاء غير الله، بيجيك واحد قدر الضربه قاعد واقف كويس، واقف ليه؟ في ضريح، والضريح مغطينه باخضر، ورافع يده، رافع يده، ما رافع يده لي الله، زول الميت ده اخوانا ده الشركة اللي احنا قاعد نتكلم عنه، رافع يده للزول الميت ده بيقول شنو؟ بيقول له يا شيخي فلان جاب اسمه قال له تعمل لنا وتدينا الصرف كويس، وقال له اعطي كل سائل سؤلة، والناس اللي حوالينه بيقولوا امين، وهو بيدعو زول الميت امين. يا اخوانا انت لو جبت لك حمار قلت لهم الناس اللي بيسووا في شنو؟ بقول لك ديل ابلد ناس، لانه ما ممكن زول ميت انت غسلته وكفنته ودخلته جوا القبر كويس، وجيت خطيت في وش التراب وقلت جي شلت له، قلت له ربنا يرحمه، بعد ما يموت تجي تدعوه مع الله سبحانه وتعالى. ربنا قال ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. ربنا قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، الناس دي لو دعيتوهم ما يسمعوكم، وده الواقع، ده العقل يا اخواننا بيقول كده، انت انه الزول الميت ده لو دعيته ما بيسمعك، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، افتراضا انه سمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامه هذه الورطه الكبرى، يوم القيامه يكفرون بشرككم. شوف ربنا سماه شرك، احنا بنقول للناس ده شرك ويقولوا لا ده ما شرك، ربنا سماه شرك، قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ده كلام الله سبحانه وتعالى، انه الذي يقع في الشرك يوم القيامة الزول اللي انت بتشركه بالله سبحانه وتعالى ده يتبرى منك. فده واقع ده حافل الليلة في بلدنا دي وكثيرين. وما معناته يا اخوان احنا لما نتكلم للناس عن الشرك معناته الناس اللي قدامنا ديل هم مشركين ولا قاعدين ولا واقعين في الشرك، لانه ممكن نقول لك يا اخي انت جاينا من هناك عشان تتكلم لنا عن الشرك، هل احنا مشركين؟ لا انت ما مشرك، انا ما اتهمتك بالشرك، وانما هذا الكلام من باب التحذير، لانه يا اخواننا الليله لو زول جاء يتكلم للناس عن الزنا وقال لهم الزنا حرام وربنا قال في الزنا كذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الزنا كذا، هل معناته الناس اللي قدامه ديل زنات؟ ما معناته كده. جاء يتكلم عن القتل وربنا حرم القتل وهي من الكبائر وقال كذا وكذا وكذا، هل معنات الناس القدامنا ديل هم قتلة؟ ابدا، وانما هذا من باب التحذير، من هذا التحذير، من باب التحذير. ف واصلا يا اخواننا دعوه الانبياء والمرسلين كلها كانت في الموضوع ده، في موضوع التوحيد والشرك، والاعتراض بيكون في موضوع التوحيد والشرك. يعني لو انت جيت اتكلمت للناس عن القتل كويس، ما في زول بيعترض،
ناس بيكونوا قاعدين ساي ما بيعترضوا. لكن امشي في اغلب المساجد كلم لهم عن الشرك، الكلام اللي تكلمنا عنه ده انه دعاء غير الله ما بيجوز، وشرك بالله سبحانه وتعالى، وما بيجوز الاستغاثه بغير الله، وما بيجوز انك تسبح لغير الله، ولا يجوز الطواف بالقباب والاضرحه والتبرك بترابها، ده كله من الشرك. المشكله بتدور ليه بتدور؟ لانه يا اخواننا دي ده شيء ما حصل الليله جديد، لا ده من زمن الانبياء والمرسلين من قديم الزمان. لما نتكلموا لهم في الموضوع ده الناس بيعترضوا، من زمن نوح عليه السلام، يعني ده ماشي وليد العصر اليوم؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى قال عن نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ده التوحيد ذاته اللي قاعد نتكلم عنه. قال لهم يا قوم اعبدوا الله، اعبدوا الله سبحانه وتعالى براه، ما لكم من إله غيره. ود وسواع ويغوس ويعوق ونسر، ديل كانوا صالحين. قال لهم ما تدعون مع الله، ما تستغيثوا بهم، ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وده يا أخواننا دعاة التوحيد أصلا لما نجي يتكلموا للناس في الموضوع ده لأنهم خايفين على الناس، لأن الشرك ده يا أخواننا من أخطر الجرائم ومن الأشياء التي تخلد الإنسان في النار. شوف الآية دي عظيمة كيف، ربنا سبحانه وتعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. المشرك ده الجنة عليه حرام، الله قال حرام عديل. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. زول ربنا يحرم عليه الجنة، تاني داير شنو؟ الدنيا دي لا تعيش كيف تاني بعد؟ الله قال لك من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ما هو يوم القيامة في دارين، يا إما جنة يا إما نار. ربنا حرم عليك الجنة معناته حتمشي وين؟ حتمشي النار، ما في النص. ربنا قال المشرك ربنا حرم عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يعني أول ما ربنا سبحانه وتعالى يحرم عليك الجنة معناته أنت مشيت وين؟ مشيت النار، ودي من أكبر المصائب للإنسان. وجاء في الحديث إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ربنا يقول للناس في النار، يقول لهم لو كانت لكم الأرض، الأرض دي كلها ما في الأرض جميعا، ربنا سبحانه وتعالى لو ذيل أهل النار ما في الأرض جميعا أكنت مفتديا به؟ ديل الناس بعد ما يخشوا النار ربنا يقول لهم لو الأرض كلها بجبالها وأنهارها وما فيها من نعيم وما فيها من ملك كلها، لو قلنا لك افتدي بها عشان تمرد من النار أكنت مفتديا بها؟ قال نعم. ربنا قال له طلبت منك أهون من ذلك، ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا. عشان كده يا أخواننا الأنبياء والمرسلين لما كانوا يدعوا الناس إلى التوحيد والنهي عن الشرك لأنهم خايفين عليهم من عذاب الله جل وعلا. عشان كده نوح عليه السلام قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، عذاب يوم عظيم. أها قبلوا، قالوا ربنا قال وقال الملأ إنا لنراك في ضلال مبين. ودائما أهل البدع كلام ما بيستند على أدلة، قالوا إنا لنراك يعني إحنا شايفينك، دي الناس أرى وأعتقد وأظن وينبغي، إنا لنراك في ضلال مبين. أمشي لقوم هود، ربنا سبحانه وتعالى قال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نفس دعوة نوح عليه السلام، نفس دعوة نوح، دعوة التوحيد، قال لهم ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.
ربنا قال قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. شوف نراك ونظنك كلهم تقول اتفقوا مع بعض, إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فالاعتراض يا أخواننا بيكون في التوحيد والشرك. لما تنهى الناس عن التوحيد, لما تنهى الناس عن الشرك وتأمرهم بالتوحيد بتلقى الاعتراض. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل البشر وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام, لما انطلع إلى جبل الصفا قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هل استجاب عم طوالي قام له قال له تبا لك لهذا جمعتنا؟ ده الاعتراض. عشان كده الشغل ده والاعتراض اللي بيحصل من الناس ده ما حاجه جديده. عشان كده المفروض الدعاة يفهموا الموضوع ده, انه دعوه الانبياء والمرسلين ما دعوه سهله كده. تلقى الليله كثير من الدعاة, عشان تعرف الداعيه الناصح شوف الداعيه ده هل بيتكلم لك في التوحيد وينهاك عن الشرك دعوه الانبياء والمرسلين ولا ما بيتكلم فيه. لو بيتكلم للناس في مواضيع تانية تلقى واحد دعوته كلها الكلام في الحكام, واحد يعمل له خطبة يتكلم عن إشارات المرور, واحد يعمل خطبة عن الجمال وينسى دعوة الأنبياء والمرسلين. ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. دي مهمة الأنبياء والمرسلين كده, انت لا تورث الدعوة, أدعو دعوة الأنبياء. ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله, أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كويس؟ فتلقاه يتكلم في أمور أخرى. عشان كده يا أخوانا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال دعوة بلا توحيد قال كجسد بلا رأس. الزول بيدعو وما بيدعو الناس لتوحيد الله جل وعلا, لأنه التوحيد ده هو أن حق الله سبحانه وتعالى, حق الله علينا. انت لو زول شال منك حقك اليوم كله بتتكلم الزول ده عمل وشال و طيب في ناس شالوا حق الله سبحانه وتعالى, الدول المخلوق والدول البشر, ليه ما تتكلم عن حق الله سبحانه وتعالى؟ واصلا ربنا مش رسل الرسل بس, بل وانزل القران من اجل هذه الدعوه, دعوه التوحيد. ربنا قال الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. شنو؟ ألا تعبدوا إلا الله. ربنا نزل القرآن عشان دعوة التوحيد, توحيد الله جل وعلا.